كنحتاجوا المقادير ديال المحشي بالخضر، كنحتاجوا 300 غرام ديال الكفته، جوج بيضات، ثلاثه المعارق كبار عامرين ديال القزبر ومعدنوس، 100 غرام ديال الرز عادي، الرز يكون هذاك الرز العادي الابيض العادي باش يطيب بالزربه. بالنسبه للعطريه كنحتاجوا معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره بزار، شويه ديال الملح، جوج معالق كبار ديال زيت البلديه. هذه المقادير ديال الحشوه اللي غادي نعمروا بها الخضر ديالنا. نعاود لكم المقادير، كنحتاجوا 300 غرام ديال الكفته، جوج بيضات، ثلاثه المعالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، 100 غرام ديال الرز الابيض العادي، العطريه كنحتاجوا معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال البزار، شويه ديال الملح، جوج معالق كبار ديال زيت البلديه. دونك هذه مقادير الحشو. ندوزو لمقادير الصلصه. كنحتاجوا لاصوص اللي غادي نطيبوا فيها هاد الخضيره ديالنا اللي غنعمروا. بالنسبه للصلصه كنحتاجوا بصله كبيره مقطعه رقيقه. غنعطيكم المقادير ديال الحشوه وديال لاصوص اللي غادي نطيبوا فيها الخضر، عاد غادي نقول لكم الطريقه. بالنسبه للصلصه كنحتاجوا بصله كبيره بيضاء مقطعه رقيقه، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال التحميره، جوج تومات محكوكين، معلقه صغيره ديال الملح. نحاولوا نقادوا الكميه ديال الملح ما بين لاصوص والحشوه، يعني نديروا شويه هنا وشويه هنا باش ما يجيش الطبق ديالنا مالح. معلقه صغيره ديال البزار، زيت البلديه، كاس ديال الماء، تقريبا كاس ديال العنبه، أربعة ديال المطيشات محكوكين، الماء يبقى عيننا ميزاننا حيت المطيشة كطلق الماء، جوج معالق ديال مطيشات الحك، ومعلقة صغيرة ديال السنيدة. نعاود لكم المقادير ديال الصلصة. كنحتاجو بصلة كبيرة مقطعة رقيقة، معلقة صغيرة ديال الكمون، ومعلقة صغيرة ديال التحميرة، جوج تومات، معلقة صغيرة ديال الملح، معلقة صغيرة ديال البزار، شوية ديال زيت البلدية، تقريبا كاس العنبه ديال الماء، اربعه المطيشات محكوكين، حيدي ليهم الزريعه ومحكوكين، جوج معالق ديال مطيشات الحك، ومعلقه صغيره ديال السنيده. بالنسبه للخضر كيبقى لكم الاختيار. كناخذوا القريعه خضراء طويله كنخويوها، كناخذوا مطيشه تكون مطيشه زوينه وتكون كبيبره باش تجينا في المنظر زوين، كنحلوها وكنخويوها وكنحتفظوا بهذاك الشابو اللي غادي نحيدوا لداك المطيشه داك الغطاء. كناخذوا الفلفله حتى هي تكون طويله وتكون تعاوننا فاش نبغوا نعمروها، يعني يكون عندها واحد الشكل جميل. نحتفظوا ثاني بداك الغطاء ديال الفلفله، دوك لي شابو نحتفظوا بهم. نعمروا الدنجال، اي حاجه، المهم داكشي اللي كيعجبكم وكيعجب وليداتكم. كيبقى لكم الاختيار في اختيار الخضر، نتوما كيبقى لكم الاختيار. دونك الطريقه بالنسبه للحشوه، كنخلطوا الكفته اللي مطحونه مع باقي المقادير والرز والعطريه، كنحيدوا الشابو ديال المطيشه وكنخرجوا منها الزريعه، كنعملوا نفس الطريقه للفلافل والقرعه خضراء والدنجال، وكنعمروهم بهذوك المقادير ديال الحشوه اللي عطيتكم في الاول. كنعجنوا داكشي وكنعمروا الخضر ديالنا، كنخلطوا الرز مع الكفته مع البيض مع باقي المقادير، وكنعاودوا نسدوا بهذوك الطريبشات دوك لي شابو اللي حيدنا ديال الخضر. وعندكم الاختيار، سواء كنطيبوه في ديك لابلاك ديال الفران يعني اللاطا، او الطاجين، او الكوكوت، على حساب، ولا طنجره، على حساب داكشي اللي عندكم واللي بغيتو نتوما. انا طيبته في طبق ديال الفرن. كناخذوا هذاك الطبق ديال الفرن، كنديروا فيه البصله، كنزيدوا عليها الزيت البلديه، مطيشه الحك، الثومه محكوكه، تحميره، يعني المقادير اللي ذكرت لكم ديال الصلصه، الكمون، البزار، الملح، مطيشه الحك، معلقه صغيره ديال السنيده. الا كنا حسينا بديك المطيشه اللي درنا راها حامضه شويه، كنديروا هذيك المعلقه ديال المطيشه باش كتعطينا واحد شويه ديال الحلاوه، ما كتبقاش هذيك المطيشه ديك الحموضيه ديال المطيشه طالعه لينا في الطبق ديالنا. كنزيدوا القزبر مقطع، كنخلي هذا الشيء كيتقلى تقريبا واحد الخمسه ديال الدقائق، كنزيد هذاك الكويس ولا نص كاس الماء عندنا ميزاننا. من بعد كنحطوا الخضر ديالنا بواحد الشكل جميل، حيت كيف ما غادي طيب كيف ما غادي تبقى. دونك كنحاولوا حنا نديروها بحال واحد الجريده، يعني كنحاولوا نعطيوها واحد المنظر اللي عجبنا ويعجب وليداتنا ولا الضياف ديالنا.
وكنزوقوها بالبطاطس. انا قبل ما كنحط الخضر كنقطع بطاطا دوائر وكنحاول نعمر ديك البطيطة بديك الشرمولة اللي عندي في ديك الطنجرة. كنهز عاوتاني البطاطا كنحطها في الطبيصيل حتى كنحط الخضر ديالي باش كتكون ديك البطاطا حتى هي منسمة بهذيك الشرمولة. كنحط المطيشة الفلفل ديالي النجلات القريعة اللي عمرت وكنزوق بواحد الفليفلة حارة بالالوان وبالبطاطا وبصحة والراحة. كندخلوها للفرن وبصحة والراحة. الله يعطيك الصحة والراحة. كيبقى لكم الاختيار سواء كنطيبوه فوق البوطة عاد كندخلوها للفرن ولا كنطيبوها في الفرن وبصحة والراحة. الله يعطيك الصحة والراحة. زينة حنا مواصلين معاك.